السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في هذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار محترفين كالعادة لهذا اليوم. مفاجآت كثيرة في انتظاركم في هذا الفيديو، أولا عن أخبار محترفين، وثانيا أود أن أركز على نقطة وهو أريد أن أشارك معكم التوقيت الرسمي الذي سأشارك معكم فيه الفيديو والمقابلة الحصرية والرسمية لي أنا مع صحفية نادي مانشستر سيتي ومراسلة ومقدمة نادي مانشستر سيتي التي هي تعمل معهم منذ حوالي 10 سنوات. الفيديو سأنشره على الساعة 5 بتوقيت الجزائر، أقولها وأكررها، المقابلة والانترفيو وذلك الفيديو سأشاركه معكم على الساعة 5 بتوقيت الجزائر، 5 مساء بطبيعة الحال. وطبعا هنالك مفاجآت كثيرة ولن تصدقوها ولن تتصوروها عن رياض محرز، وأيضا تطرقنا على العديد من الأمور وأجابت عن معظم أسئلتكم. ما قدرتش أجاوب على جميع أسئلتكم لأنه كان هنالك حوالي 1500 سؤال ما شاء الله منكم، فلهذا أجابت عن بعض الأسئلة. وطبعا وضعت كل يعني صاحب السؤال في صورة مصغرة مرفقة بالسؤال الذي سأله. فإذا مشاهدين نتمنى منكم فورا نشر ذلك الفيديو، نتمنى منكم لايك وأيضا دعم كبير على ذلك الفيديو، لأني صراحة تعبت عليه كثيرا كثيرا، ويعني بقيت سهر إلى 5 تاع الصباح وأنا ندير المونتاج. فنتمنى منكم دعم، بارتاج ولايك وتعليقات محفزة، وخاصة أن ذلك الفيديو سيصل إلى إدارة وقلب نادي مانشستر سيتي. أنا شاركت معكم في الفيديوهات السابقة أنه مانشستر سيتي راه يشاهد القناة نتاعنا، ولكن هذا الفيديو والانترفيو مع صحفية ومراسلة مانشستر سيتي يعني راح يوصلنا أكثر وأكثر. ممكن حتى بيب غوارديولا راح يعني يشوف الفيديو وحتى اللاعبين، متأكد 100%. بينما أيضا أعزائي المشاهدين تطرقنا إلى العديد من الأمور، سألتها لماذا رياض محرز تعرض للتهميش في نادي مانشستر سيتي، وهل حقا نادي ريال مدريد مهتم جدا برياض محرز، وما هو رأيهم إذا انتقل هذا اللاعب إلى ريال مدريد. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة التي لم أكن أتصورها. أتمنى منكم أعزائي المشاهدين على الساعة 5 أن تكونوا في الموعد، على الساعة 5 شاركوا الفيديو مع أصدقائكم إن شاء الله، وأيضا لا تنسوا اللايكات وأيضا دعم كبير على ذلك الفيديو، فهذا سيسعدني أنا شخصيا وسيسعدها هي شخصيا. فبطبيعة الحال المشاهدين لن أطيل عليكم بالكلام، الموعد سيكون الساعة 5، أقولها وأكررها 5. وندخل إلى صلب الموضوع لهذا الفيديو عن أخبار محترفينا، وأبدأ لكم بيعني تطورات إصابة اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيقولي مع ناديه غلطة سراي. هذا اللاعب أعزائي المشاهدين وحسب ما كشفت لنا التقارير الصحفية اليوم التركية هو أنه إدارة يعني غلطة سراي تعاقدت مع محضر بدني جديد من أجل يعني هذا اللاعب، لأجل تحضيره لقادم المواعيد من أجل أن يكون في الفورمة العالية، وإن هذا اللاعب يعني قطعة مهمة، خاصة أن بعد عودة مستواه في نادي غلطة سراي تعرض للإصابة، فلهذا مدرب نادي غلطة سراي يريد العمل جاهدا من أجل تحضير هذا اللاعب بدنيا والعودة في أسرع وقت ممكن. بينما أيضا ننتقل إلى الخبر الثاني عن كأس فرنسا الذي سيقام أعزائي المشاهدين هذا اليوم للمباراة التي ستجمع بين نادي أولمبيك ليون مع أجاكسيو. طبعا هنالك فرصة ذهبية لكلا الجزائريين، كل من إسلام سليماني وأيضا جمال الدين بالعمري كي يبدأ أساسيان. طبعا أذكركم أن هذه البطولة أو هذا الكأس لفرنسا كان مهدد بالإلغاء بسبب فيروس كورونا، ولكن تم استئنافه، وطبعا المباراة ستقام هذه الليلة على الساعة 9 بتوقيت الجزائر. نتمنى لكم فرجة ممتعة، وهذان اللاعبان يعني كل من جمال بالعمري وإسلام سليماني متوقعان بقوة كبيرة جدا أن يكونا أساسيان. وانتشرت هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي أعزائي المشاهدين عن تشكيلة نادي أولمبيك ليو أمام أجاكسيو. البعض كان يقول رسمية، أنا ما نقدرش نقول لكم أنه رسمية، ولكن بغيت نشاركها معكم لأنه يعني التشكيلة الرسمية راح تظهر قبل ساعة من المباراة. فلهذا كان هنالك جمال الدين بالعمري وشرقي وأيضا إسلام سليماني كلاعبين أساسيين رفقة ديباي وكورنات. أنا ما نقدرش نقول لكم أنه هذه التشكيلة الرسمية، ولكن فلنأمل أنها الرسمية. ولكن معظم الصحف، كل من ليكيب الفرنسية، فرانس فوتبول، وأيضا بعض الإذاعات الفرنسية أكدوا لنا أن رودي غارسيا سيدفع بجمال الدين بالعمري في هذا اللقاء بشكل كبير، وهي فرصة ذهبية لهذين اللاعبين جمال الدين بالعمري وإسلام سليماني لكي يبهر مدربهما على أن يكونوا في القائمة والتشكيل الأساسي للفريق الأول في يعني الليغ الدوري الفرنسي. نتمنوا لهم كل التوفيق، وهم ايضا اذا مشاهدين يحتاجان ان يكون اساسيان، فهم لحد الان لم يتحصلوا على الفرصه الكامله، فهذه المباراه ستكون فرصه كامله وعلى اكمل وجه، ويجب ان يقدم مستوى كبير.
بينما ايضا كانت هنالك تلميحات من رودي غارسيا انه سيشرك اللاعبين كل من جمال الدين بالعمري وايضا ريان شرقي علاوه على ذلك وايضا اسلام سليماني، حيث صرح بعد المباراه الاخيره التي لعبها قائلا: سليماني يتحسن للغايه من مباراه الى اخرى، ووضع المباراه الجيد جعلنا نجري 5 تغييرات كانوا متفوقين 3-0. وصرح قائلا: اشركت بالعمري وسليماني لاني اريد تحضير البدلاء بشكل جيد من اجل الجولات المقبله، ولقد ساعدتني البدايه الجيده على ذلك. يعني كان يحضرهم في ذلك اللقاء من اجل ان يبداوا اساسيين ان شاء الله في اللقاءات المقبله، وهذا اللقاء هذه الليله على الساعه 9 نتمنوا انه راح يكونوا اساسيين. بينما ايضا كانت هنالك اشاده من رودي غارسيا على جمال الدين بالعمري، صرح عليه قائلا قبل مباراة الكأس قائلا: لدينا لاعب متحمس للغاية، بالعمري يلعب دور الأخ الأكبر خاصة بالنسبة لريان شرقي. جمال الدين بالعمري هو مثال لكل اللاعبين في التدريبات، فهو محارب ويقدم كل شيء في التدريبات والمباريات، نحن فريق بحاجة للمحاربين مثله، هكذا الجميع يقدم ما لديه. هذه إشادة كبيرة، ولكن إذا تقول أن هذا اللاعب محارب وراه يقدم مستويات كبيرة ويحارب في يعني كما نقول في التدريبات، فهذا يثبت أنه راه في لياقة عالية، فلماذا لم يشركه لحد الآن؟ نتمنى أن كأس فرنسا وهذه الجولة أعزائي المشاهدين لهذه الليلة أنه يتألق جمال الدين بالعمري إذ كان أساسي بطبيعة الحال. بينما ننتقل إلى الخبر الثاني، هو أنه رفقاء رياض محرز ممنوعين ملعب باتا من دخول الأراضي الألمانية من أجل لعب مباريات دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا مونشنغلادباخ ضد زملاء رامي بن سبعيني. ولكن كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاثنين يعني الماضي أن هذه المباراة ستقام أعزائي المشاهدين في استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. نتمنى لهم كل التوفيق، وقولوا لنا صراحة من ستشجعون، بروسيا مونشنغلادباخ أم رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي؟ على بالي حطيتكم أعزائي المشاهدين في مقارنة صعبة جدا، فكلاهما من لاعبي محترفين وكلاهما من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، ولكن راني عارف أنه إذا كان مانشستر سيتي رابح راح تشجعوا مانشستر سيتي، خاصة إذا رياض محرز كان أساسي، ولكن إذا رياض محرز ما كانش أساسي راح الجميع يشجع يعني بروسيا مونشنغلادباخ، خاصة بتواجد النجم الجزائري الغير المستبدل والقطعة الأساسية في نادي بروسيا مونشنغلادباخ رامي بن سبعيني. وأيضا ننتقل إلى الخبر الموالي، أين تواجد النجم الدولي الجزائري لاعب نادي ميتز الفرنسي فريد بولحي؟ هذا اللاعب الذي قدم مستويات كبيرة ما شاء الله، رشح رسميا إلى لاعب الشهر، هو رفقته هو وأيضا لاعبين في الدوري الفرنسي منهم يعني كل من نايمار واللاعب الظاهر أمامكم فولاند. يعني فريد بولحي هو حاليا ينافس اللاعب البرازيلي نايمار وفولاند على لقب افضل لاعب في الشهر، فهنالك تصويت في هذا الفيديو اعزائي المشاهدين، اذهبوا اسفل هذا الفيديو ستجدون رابط اضغطوا عليه، راح تخرج لكم صفحه فيها 3 لاعبين، اضغطوا على فريد بولحيا وسيتم التصويت مباشره. هذا اللاعب يستحق صراحه، وهذا اللاعب نقول لكم باللي انه سمر البلاصه نتاعه مع المنتخب الوطني الجزائري، فهذه المستويات انا متاكد باللي انها ستقنع واقنعت، ليس بل ستقنع بل اقنعت الناخب الوطني جمال بن ماضي حسب رايي الشخصي من اجل ان يكون هذا اللاعب في قادم المواعيد لاعب اساسي. وننتقل إلى أخبار رياض محرز كنهاية، رياض محرز يعني محل انتقادات لاذعة أينما تذهب، جماهير جزائرية وأيضا حتى الجماهير الإنجليزية والصحف الإنجليزية الكل ضد رياض محرز بسبب المستوى الذي قدمه أمام نادي ليفربول، وخاصة تطور وتألق يعني النجم الإنجليزي وهو فيليب فودن، اللاعب الذي لديه أولوية كبيرة لأنه منذ صغره كان عنده حرية أن يختار أي نادي ينتقل إليه، فرفض اختيار عائلته أن ينتقل إلى نادي مانشستر يونايتد واختار أن يكون في مانشستر سيتي، فلهذا هذا اللاعب عنده أولوية كبيرة وهو محظوظ أنه في هذا الفريق، ويعني عنده أولوية أفضل حتى من رياض محرز لأنه ابن الفريق وليس ابن الجزائر أو يعني قادم من بلد آخر. فبطبيعة الحال عندما تألق فيليب فودن مكان رياض محرز كجناح أيمن فور خروج رياض محرز انهالت عليه العديد من يعني الإشادات لصالح فيليب فودن، بينما رياض محرز دخل في النفق المظلم، وطبعا بعض الصحف الانجليزيه توقعت انه رياض محرز ما راح يشارك اساسي في قادم المواعيد. يعني بين قوسين هذا الشيء ليس جديد علينا، يعني 3 سنوات ورياض محرز يتعرض لنفس الشيء، يعني هنالك رحيم ستيرلينج مهما يقدم مستويات ضعيفه ويضيع امام المرمى رغم انهم يكونوا في المباراه النهائيه لا احد يتكلم ولا احد ينتقد، ولكن بالنسبه لرياض محرز يعني خطا صغير جدا وضئيل جدا، الكل ينقلب على رياض
محرز فلديه فقط جماهير جزائرية. نتمنى له كل التوفيق ونتمنى منكم أنكم تدعموا هذا اللاعب، صراحة راه يمر في فترة يعني محرجة جدا في نادي مانشستر سيتي، خاصة أنه هنالك انتقادات لاذعة في حق هذا اللاعب. نتمناو أنه راح يسترجع المستوى نتاعو في قادم المواعيد، نتمناو أنه أيضا نراه في أحسن حلة مع نادي مانشستر سيتي في قادم المواعيد. كان هذا فيديو اليوم، أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات حول هذه المواضيع، وأيضا أذكركم كنهاية أن نلتقي على الساعة 5 إن شاء الله بتوقيت الجزائر لكي تشاهدوا المقابلة الحصرية يعني معي مع صحفية وأيضا مراسلة نادي مانشستر سيتي. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.